مستعد لانطلاق احداث هذا اللقاء الهام جدا بين الفريقين البنك الاهلي والانتاج الحربي. كما نرى على الشاشه البنك الاهلي بزيه الاساسي النهارده، كان في مباراه سيراميكا كليوباترا الاخيره كان مغير بالزي البديل، النهارده بالبرتقالي والاسود وزي وطقم كده والوان بتفكرنا وتعدنا لفريق المنصوره الجميل اللي اثرى الدوري الممتاز في اكتر من موسم الحقيقه وله تاريخ وقدم العديد من اللاعبين والمواهب. احمد علي يظهر في تشكيله البنك الاهلي ويقود هجوم البنك في هذا اللقاء، هو الكابتن هو القائد كما هو الحال مع باسم مرسي كابتن وقائد فريق العجلات الحربيه، الاثنين دفعه 2014 2015 في فريق الزمالك بطل الدوري ساعتها وسنتها. اليوم احمد علي بيقود هجوم البنك الاهلي وباسم مرسي بيقود هجوم الانتاج. الى التشكيله الكامله، لكن في اثنين وقعوا على الارض فجاه كده، لكن الانطلاقه مستمره من ناحيه اليمين لكن ما يلحقهاش علاء وتطلع الكوره بره الملعب رمي التماس. لعب على طول على اليمين طبعا البنك الاهلي، على اليسار الانتاج الحربي. كابتن محمد يوسف اختار النهارده في حراسه مرمى البنك محمود الزنفلي، اربع لاعبين في الدفاع، اسامه ابراهيم ناحيه اليمين. خلينا نشوف الانطلاقه والبدايه القويه جدا. شيكا شيكا شيكو، واول كوره عرضيه وفرصه للتسديد وتسديده فعلا، لكن لعبها ومال بجسمه شويه ناحيه اليمين وهو بيسدد، تطلع الكوره جنب القائم في اول خطوره في اول دقيقه الحقيقه، لسه ما كملناش دقيقه، عرضيه من عبد الرحمن اسامه شيكا ينقذها الحارس محمود الزنفلي، لكن تترد الكرة على حدود منطقة الجزاء وتسديدة من خارج حدود المنطقة من غنام، تطلع الكرة إلى ضربة مرمى توصل لمحمد الشبيني المنتقل من حرس الحدود. عالية الكرة وسباق يا ولد، عدى 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 وانفراد، كرة خطيرة جدا، هدية لا انطلاقة بعد خطأ في التمرير وإعادة الكرة، ينطلق عبد الرحمن أسامة بشكل رائع ويمشي، ده والله فييرا، انطلق فييرا ودخل جوه منطقة الجزاء ولعبها بالعرض، ما طمعش في الكرة رغم إنه كان ممكن يطمع. فأحمد العلوي قال الولد طبعا اللي واقف بره من الناشئين، قال له امسكها له لغاية ما يلعب الضربة الركنية. اتلعبت الركنية في اتجاه المرمى، أحمد يحيى أقرب كرة أقرب كرة في المباراة وجت بالصدفة، ما اعتقدش ان هو قصدها ابدا، ما اعتقدش، لكن ماشي، ادي الكرة ايه اتلعبت ولفت في اتجاه المرمى، لكن احمد يحيى يتألق ينقذها ويمنع هدف ويمنع اخطر كرة في المباراة من المرور الى داخل الشباك. اختراقات بتوغل بانطلاقات، وزي ما قلت لكم صنع هدف في مباراة الاسماعيلي وادى مباراة جيدة. ترجع الكرة تاني على الارض، بنك الاهلي تشتت على طول لكن تعود للانتاج من جديد. مصطفى الجمل يلعبها اماميه ناحيه اليمين لشيكا، يا ولد خطيره جدا، مش ممكن الكوره من جوه منطقه الجزاء وتتلعب بالعرض ويكمل فيها محمد سانوجو فييرا، لكن كورته تروح جنب القائم. ادي شيكا، شوف اللمسه وشوف التحرك وشوف الإتقان والعرضية الخطيرة بالفعل، عدت من باسم لكن لقت فييرا اللي لم يحسن التعامل معها فخرجت جنب القائم. زود مرة أخرى، تحا يلعبها في الشمال، علاء عالية جوه المنطقة، باسم مرسي كان في انتظارها، ضاعت الكرة ومعاها تنطلق صفارة نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. أصدقائي المشاهدين، كما بدأ الشوط كما انتهى، تعادل سلبي هو العنوان، ونتمنى ان يتغير ان شاء الله هذا العنوان في الشوط الثاني ونستمتع بأهداف ونستمتع بمباراة وشوط ثاني افضل ان شاء الله. نلتقي من جديد بعد هذه الاستراحة القصيرة، شكرا لكم والى اللقاء. ويخرج معروف، إذن بالفعل كابتن محمد يوسف ينظر حوله بجواره على دكة البدلاء ويختار اللاعب اللي كان بالفعل مرشح للدخول والنزول وتدعيم الجانب الهجومي في تشكيلة البنك الأهلي أحمد ياسر. يدخل أحمد وعلى حساب لاعب من لاعبي وسط الملعب طبعا معروف يوسف،
المعروف بدوره الدفاعي أكبر الأكبر أو الأكثر يعني. من الشوط الثاني الدقيقة 49 الدقيقة الرابعة من أحداث الشوط الثاني، والضربة ركنية عالية، جول 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 محمد مجدي. الجمل الجمل يطير، الجمل يقفز ويرتقي فوق الكل فوق الجميع، وبرأسية يتقدم للبنك الأهلي بأول أهداف اللقاء وتاني أهداف وتالت أهدافهم في الدوري الممتاز هذا الموسم. جاء الفرج عن طريق المدافعين، عن طريق القادمون من الخلف زي ما بنقول. محمد مجدي يطير لفوق يتخطى الكل وبراسه يسكن الكرة في شباك أحمد يحيى، ويتقدم بأول أهداف اللقاء، وهدف هيكون نقطة تحول كبيرة في هذه المباراة. ديوارا بيستعد لمواجهة فريقه السابق ومدربه السابق. كرة تاني جوه المنطقة خطيرة جدا، فرصة للتسديد بس يوني يا ولد، الله على الجول، بسيوني يسجل الثاني بهدف رائع من خارج حدود منطقة الجزاء، يستلم يعدل ويطلق قذيفة تستقر في الشباك في المقص في المقص الشمال لمرمى أحمد يحيى. بقت صعبة، بقت صعبة بالفعل، بقت صعبة جدا. دقيقة 57 بسيوني يقدم نفسه، يعبر عن نفسه بشكل رائع جدا. ادي الابعاد للكرة، ابعاد خطأ، وتردت الكرة تاني ابعاد خطأ من الدفاع. بسيوني يعدل وينشن في المقص في اقصى الزاوية اليسرى العليا لمرمى احمد يحيى. عاصم صلاح، احمد ياسر، تتلعب أمامية في مساحة، هيسيطر 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 يسيطر أحمد علي، سيطر وسدد بقدمه اليسرى من زاوية صعبة مكان صعب، لكن أحمد علي حاول فيها رغم أنه كان بيواجهه وضغط عليه بازوكا، لكن خد القرار وسدد وعليت الكورة بره الملعب. في اتنين أهو مجهزهم زي ما احنا شايفين اللي واقفين وراه، اثنين من لاعبي الانتاج، لكن طبعا الارقام يعني لازم نقرب قوي عشان نميز الارقام يعني. ادي كوره انفراد، انفراد، جول يا ولد، جول الثالث، احمد علي الهداف القناص يعلن عن نفسه بهدف ثالث في هذه المباراه واول اهدافه بقميص البنك الاهلي. احمد علي يستغل الارتباك، يستغل الأخطاء ويسجل هدف ثالث ويجعل المهمة صعبة جدا جدا على فريق الإنتاج الحربي. مش هنقول في هذه المباراة، لا، ده الموسم واضح إن الموسم هيبقى صعب، الموسم وبدايته صعبة على الكل زي ما شفنا، على الكل، ومباريات وندية وإثارة وأهداف، وصعب جدا تتنبأ أو تتوقع بتشوف المهارة. هو لعبها في المرمى لكن خبطت، خدمته الكورة، حبته الكورة، حبت الهداف، حبت أحمد علي كامل المهاجم المتكامل. تاني الكورة البنك الأهلي، الهجمة الهجمة والكورة، لو مرر لو مرر، ما مررش، سدد، طمع، شاط، والقائم مش ممكن، لا ده علي صابر برضو، لا ده علي صابر برضو، لا في حاجة بقى يعني. كرة لسه بنقول كورتين في العارضة المباراة اللي فاتت، وادي كرة تاني اهو في القائم، في ايه يا ابني؟ لمسة لكن ما توصلش، قطعت الكرة، في تبديل تاني اهو، محمود السيد بيستعد للنزول في صفوف البنك الاهلي. عالية باسم مرسي وبالقدم اليسرى، في اعتراض وفي مطالبة بلمسة يد، لكن اللعب استمر، استلم باسم جات له على الشمال، خد القرار وسدد بالفعل بقدمه اليسرى، استغل خطأ كوفي
ومحمد مجدي الاثنين طاروا على الفاضي، تكمل في الهجمه وبرده ما كملتش. تعود مره اخرى محمود رجب، باسم مرسي يا ولد ياخدها لنفسه بمهاره ويعدي بمهاره اكبر ويسدد، لكن حط رجله برده في توقيت رائع وصفاره النهايه يطلقها حكم اللقاء احمد العدوي. ثلاثيه ثمينه جدا وغاليه جدا للبنك الاهلي، يحقق اول فوز بقياده محمد يوسف على حساب الانتاج الحربي بقياده كابتن مختار.